بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. متابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي صدى الجماهير، كل ثلاثاء من التاسعة وحتى العاشرة والنصف مساء. مساءكم أحمر، فيه كل التفاؤل، فيه كل الثقة إن شاء الله لمنتخبنا الوطني والذي غادر صباح اليوم إلى أرض المملكة العربية السعودية لخوض غمار بطولة خليجي 22. كلنا ثقة في المنتخب، كلنا ثقة أن المنتخب دائما ما يعودنا إن شاء الله في كل الأزمات أن يخرج بأداء ونتائج مرضية لكل الجماهير. نتمنى من الجماهير أن تقف وقفة الرجل الواحد مع المنتخب لمؤازرته وبث روح الحماس في اللاعبين. من هنا من السلطنة لكل متوجه إلى المملكة العربية السعودية، لابد أن يكون على ثقة تامة بأن المنتخب قادر أن يصنع المجد أينما كان. أيضا عرسة البرنامج راح تكون متواجدة هناك في أرض المملكة العاصمة السعودية الرياض لتنقل لكم أصداء الجماهير من المدرجات. البرنامج راح يطل أكيد عليكم بعد كل جولة إن شاء الله تلعب. أيضا اليوم حلقة السبت، عندنا حلقة أيضا إن شاء الله لصدى الجماهير بإذن الله تعالى. خلكم مع المنتخب، وقفة الرجل الواحد تماما، وثقوا بأن إن شاء الله هم رجال في أرض الملعب وقادرون على رفع راية الوطن دائما. وكذا كلنا نقول إحنا النبض الواحد، لنعيد النبض الواحد دائما مع المنتخب الوطني إن شاء الله. مثل ما قلنا إحنا وليد كيف إن شاء الله نحتفل من الآن أو مع النبض الواحد؟ إذن وليد وكلنا النبض الواحد. أحمر أحمر ما جيت لونك سكن في كل بيت، حي الله العماني ما ظن غير حبيت. أحمر الدم واللون بك عشقنا مجنون، نحبك نحبك نسأل الله العون. هذا هذا علمنا رافع عندهم سنة، وينها وين الصفقة وين باقي جمعنا؟ كلنا لك هتفنا غالية منتخبنا. أحمر وأحمر أحمر روحنا لك ودمنا. شافوك 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 غصب عليهم حافوك، مع ذري يحبك السامبا يسموك. شافوك 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 غصب عليهم حافوك، مع ذري يحبك السامبا يسموك. أحمر أحمر ما جيت جيت سكن في كل بيت بيت، حي الله العماني حي الله العماني. أنا أحبك يا عماني مجنون، عشقنا مجنون.
كلنا معك يا الأحمر ومنتخبنا الوطني. جميلة ورائعة تلك اللقطات اللي تابعناها قبل قليل من حضور جماهيرنا وآزرتهم للمنتخب. هكذا عاولتنا الجماهير أن تكون يدا بيد خطوة بخطوة مع المنتخب، وإن شاء الله المنتخب راح يفرح الجميع بإذن الله تعالى. إذن متابعينا، أرقام البرنامج الخاصة بالتواصل معنا، عندنا ثلاث أرقام: 24 94 3706، 24 60 4629، و 24 69 6043 لتواصلكم وكي الظهر على الشاشة. أيضا حساب التويتر في موقع التواصل الاجتماعي @صدى_الجماهير، ومن خلاله أتلكم مساحة التعبير مشاهدينا عن كل ما تود أنت يعني تغردوا به عن المنتخب، تشجيعكم، ثقتكم ووقوفكم مع المنتخب. أيضا الانستغرام والمفعل والتفعيل الصور الفيديوهات الخاصة بتشجيع المنتخب خلال الفترة القادمة، وراح نشوف كثير منها خلال الأيام القادمة إن شاء الله. وحساب البرنامج @صدى_الجماهير، وهو نفس حساب التويتر. خلكم متفاعلين معانا، والأحمر أكيد محتاج لوقفتكم دائما مشجعينا. وأول اتصال لأول المتفائلين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله أحمد. أهلا وسهلا. طيب إن شاء الله، والجمهور العماني طيب وعمان طيبة. حمد المعمري صراحة. هلا أحمد، شخبارك؟ يعطيك العافية حمد. أنا اليوم متصل ما عشان أنتقد ولا شيء، أنا متصل أعطي لعيبتنا كلمتين ووصلهم مسجين، ولأن اليوم أنا الصوت عندي شوية ما أوكي. سلامات، شوي مزكم كأنك. مزكم، وأثرت على نفسي اليوم أطلع قبل مباراة الإمارات عشان أعطي لعيبتنا حافز للمباراة، وإن شاء الله مباراة الإمارات هي الدافع النفسي الكبير اللي راح وصلنا للنهاية إن شاء الله. وبأنتهز هذه الفرصة أهني الشعب العماني ونفسي بالطلة الحلوة اللي طل علينا صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم. كلنا أكيد قبل يومين وطمننا على صحته، وفرحنا كثير بالمكافأة الجميلة اللي أكرم بها لعيبة منتخبنا الوطني. يستهل. اللي زف الخبر لهم وزير الشؤون الرياضية السعدي، جزاه الله خير مشكورا. بس أبي أوصل للعيبتنا إن الجميل يرد بالجميل. بالضبط. اليوم صاحب الجلالة سلطان قابوس وهو في رحلة علاجه في ألمانيا ما نسى المنتخب ومشاركته في كأس القليل، ومطلوب من لعيبتنا أن يحطوا بين عينهم شيئين لا ثالث لهم قبل مباراة الإمارات. فرحة هذا القائد العظيم، قائد الحكيم العربي، هذا السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه، ورسم الفرحة على محياه وفوزنا على الإمارات ورجعتنا بكأس الخليج إن شاء الله إلى مطار مسقط. وتأكد يا حمد أن هذا الشيء أتوقع يعني هذا مبتغى كل لاعبي المنتخب إن شاء الله وكل من يقوم على المنتخب، وإن اللعيبة لو يدشون الملعب يحطوا ببالهم إن الشعب عمان كله من صلالة إلى مرورا بالداخلية بالشرقية بالوسطى بالبريمي بمحافظة مسقط بشمال الباطنة وجنوبها بمسندم بكل أطيافه نساء وأطفال شياب ورجال بانتظار فرحة يرسمها المنتخب على محياهم بعد مباراة الإمارات. أنا متأكد فوز عمان على الإمارات دافع نفسي كبير للمنتخب للوصول للنهائي. جميل جميل حمد، أتمنى لك إن شاء الله السلامة. بس على اللعيبة شيء واحد أخوي أحمد أعطيني فرصة، بس على اللعيبة أن ينسوا كل إخفاقاتهم السابقة، كل العتب اللي قام به الجمهور تجاههم، ويركزوا على مباراة الإمارات، يحطهم بينهم فرحة وطن وفرحة القائد العظيم السلطان قابوس. شكرا لي يا حمد، والجميل يرتب الجميل وبالتوفيق للأحمر إن شاء الله. يعطيك العافية إن شاء الله، وألف سلامة لك يا حمد. نزلت برد أكيد، تغير الجو، ألف سلامة لك. وأكيد كلام جميل لحمد المعمري. ننسى اللي فات، نترك أمامنا أكيد وموعدنا مباراة الإمارات وبداية المنتخب. اتصال آخر. محمد مساء الخير. أهلا، مساء النور، شلونك أبو خالد؟ معك. يعطيك العافية أبو خالد.
الله يعافيك ابو ريم معي. حياك معاك تفضل يا محمد. حياك حبيبي، شخبارك؟ يعطيك العافيه ان شاء الله. الله يعافيك. كيف؟ انا بصراحه اتمنى للمنتخب ان شاء الله وناخذ الكاس ان شاء الله. وناخذ الكاس عشان نودي الكاس لصاحب الجلاله في المانيا يا رب. واتمنى كذي يا رب. وثانيا اتمنى لرئيس الاتحاد وفرنا وسائل النقل والإقامة في مملكة العربية السعودية الشقيقة. جميل. هذا يعني اللي نطلبه صراحة. جميل جميل يعني. واللعيبة إن شاء الله ما رايحين يقصون إن شاء الله وهدوا أشوفهم. وأنا عارف المنتخب يعني عنده بعض غيرة. وإن شاء الله بنأخذ الكأس إن شاء الله بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى ربي يسمع منك يا محمد. شكرا لك، يعطيك العافية إن شاء الله. اتصال آخر وعبد الله البرعمي. عبد الله مساء الخير. مساء الخير اخوي احمد، يعطيك العافيه ان شاء الله يا عبد الله. الله يعطيك العافيه. كيفك؟ والله الحمد لله. اخبارك؟ طيب. يعطيك العافيه ان شاء الله. كيف المنتخب يا عبد الله؟ اليوم غادر للمملكه العربيه السعوديه وتمرن اول مباراه او اول تمرين. والله المنتخب يحمل امال الجماهير العمانيه بشكل عام. شوف كيف؟ والمنتخب هم الافضل حاليا في السلطنه، هو الافضل. التشكيله اللي اختارها بول لجوين هي الافضل. حلو. يعني هي الافضل والفضل هذه التشكيله او هذه اللاعبين، بعض اللاعبين اللي اختارهم بول لجوين يرجع لبرنامج الدكه. حلو. لان برنامج الدكه ما خلى لاعب، يعني اللاعب اللي مستواه بارز يعطوه حقه، حتى الجماهير والمدرب المنتخب ينظر له نظره يعني قويه. جميل. واللاعب اللي مستواه ينزل لام برنامج الدكه بيعطيه حقه. حلو. شوف كيف؟ والفضل يرجع للبرامج الرياضيه اللي بيشاهدها الجماهير وبيشاهدها الناس. حلو. وبتنتقد اللاعب النقد البناء وبتعطي اللاعب حقه لما يدي في مباريات الدوري. جميل جميل جميل، شكرا لك يا عبد الله، يعطيك العافيه ان شاء الله. اتصال اخر، خالد الفارسي. خالد. السلام عليكم، كيف الحال اخوي احمد؟ يا هلا وسهلا فيك، كيف الحال؟ طيب، يعطيك العافيه. حياك الله. خالد، ومنتخبنا الوطني. والله اخوي انا بالنسبه للمنتخب صراحه عندي هالمره تفاؤل قوي، يعني بامانه اقول لك صدق يعني. جميل، ايش سر التفاؤل هذا؟ عندي احساس، يعني عندي احساس ان المنتخب في هذا يعني هذا المره بيقدم حاجه، يعني ان شاء الله اتمنى يعني. جميل جميل. ايش سر تفاؤلك؟ ايش الاسباب اللي تخليك تتفائل ان المنتخب راح يقدم شيء في هذه البطوله يا خالد؟ والله يعني صراحة يعني أتابع التدريبات اللاعبين، فأحس يعني أن عندهم يعني ما شاء الله حاجة حابين يقدموها إن شاء الله بإذن الله تعالى. ورسالتنا لهم أكيد. أيوة إن شاء الله، إن شاء الله راح يعني نجيب الكاس هالمرة إن شاء الله بإذن الله الواحد الأحد إن شاء الله أخوي أحمد. بإذن الله تعالى، يا بإذن الله ربي يسمع إن شاء الله. هذا الإحساس إن شاء الله ما بيخيب بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. ايوه، نحن جماهير الخابوره والباطنه كامله ان شاء الله كلنا مع المنتخب ان شاء الله. فيكم الخير والبركه دائما جمهورنا ومتابعينا، وهكذا المنتخب محتاج وقفه الجميع باذن الله تعالى يا خالد. ايوه والله يا اخوي احمد، ان صراحه يعني نحن قلبا وقالبا عندهم، يعني بامانه اقول لك صدق، يعني كل ما اطلع اسمع الشباب كله عن المنتخب. المنتخب ان شاء الله بيقدم وان شاء الله بيجيب الكاس باذن الله الواحد لحد باذن الله تعالى. الله يسمع منك ان شاء الله يا خالد، يعطيك العافيه ان شاء الله. وايضا يعني عدسه البرنامج راح تكون متواجده ان شاء الله في ارض المملكه، راح تنقل لكم اصداء الجماهير في المدرجات. طبعا الزميل ايمن الفجراني اللي متواجد هناك، ولك التحيه يا ايمن، وعاد هلا هلا في اللقاءات. أكيد تحية لكل طاقم القناة الرياضية المتواجد هناك في أرض المملكة العربية السعودية لنقل كافة أحداث البطولة الخليجية بإذن الله تعالى. خصيب شكلي. خصيب، السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء الخير الطيب. مساءك نور، كيف الحال؟ يعطيك العافية إن شاء الله. الحمد لله، وإن شاء الله متفائلين، وأكثر الشباب هم المتفائلين عن المنتخب العماني، وبيقدم كرة جيدة ومشرفة للكرة العمانية. وصراحة ما لاحظت، أنا كل تمرين ألاحظه ومتابع كل تمرين وتابعت المباريات التقريبية، وفي إيجابية. واللي فرحت اكثر واكثر عندما نزلوا من الطائره بالملابس العمانيه، وهم والسيد خالد داعمينهم بشكل متواصل وكبير جدا.
سيد خالد متابعينهم تمرينهم وعلى ونتمنى التوفيق ان شاء الله وفوزنا على الامارات ان شاء الله 2-0. جميل جميل، وهذا اول التفاؤل يا خصيب. ان شاء الله من اراد الله 2-0 فايزين فايزين باذن الله ونزف الفوز لمولانا صاحب جلاله والله يعطيه الصحه والعافيه. امين يا رب. امين امين، ويرجع لنا سالم غانم باذن الله تعالى. نعم امين من الطيب، وان شاء الله والجماهير العمانيه ما بتخسر في اي مكان اذا ما تابعت المنتخب في المملكه العربيه السعوديه، ان شاء الله تتابعها في الشاشات والتشجيع باي طريقه ان شاء الله توصلهم توصل للاعبين باذن الله. نتمنى من اللاعبين، نتمنى من اللاعبين يحسوا بالشعب العماني ويقدموا كره حلوه. جميل جميل رائع، وهدوء واللي معاهم بالهدوء، ونتمنى من سيد خالد يرشدهم بأكثر وأكثر هم يقدموا للشعب العماني هدية فوز تأكد. أول فوز هو يصير يعطيني دافع كبير جدا. جميل، شكرا لك يا خصيب، وتأكد تماما أتوقع أن كل رسائلكم اللي تبثوها حاليا تصل للاعبين. أنا هذا توقعي وجزم التام في يعني الوقت الحالي أن كل هذه الرسائل كل هذه المعنويات كل هذه الثقة تصل لكل أفراد المنتخب، وهذه طاقة إيجابية جدا راح تعطي المنتخب حافز بإذن الله تعالى. أحمد القنيبي مساء الخير. مساء النور أستاذ أحمد. يا هلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. وياك إن شاء الله جميعا، نتمنى إن شاء الله لمنتخبنا العماني الأحمر إن شاء الله يرجع بالكأس إن شاء الله بإذن الله. الله يسمع منك إن شاء الله. بس لكن في صراحة يعني غياب عماد الحسني يعني لا تأثير على قلوب الشعب وقلوب اللاعبين يعني. أكيد عماد محمد غساني لكن الشباب وزميله إن شاء الله الشباب العاجل يعني بإذن الله تعالى، لكن الشباب إن شاء الله فيهم الخير والبركة وقادرين إن شاء الله على تعويض كل الغياب اللي يصير في المنتخب. أتمنى إن شاء الله حتى لو ما رجعنا بالكأس نرجع بالسمعة الطيبة لأبناء عمان يعني وشعب عمان ومولانا صاحب الجلالة بالشفاء العاجل إن شاء الله ويعود إلى أرض الوطن بإذن الله. إن شاء الله تكون الفرحة فرحتين، فرحة عودة صاحب الجلالة وفرحة الكأس إن شاء الله. آمين. عند وصول مولانا صاحب الجلالة إن شاء الله. آمين. ونتمنى للشباب أن يوفقهم وأن يحقق أمانيهم وأن تكون روح رياضية، وهذه كرة نرجو من الجمهور ان شاء الله يعني عدم ضغوط على الشباب، لان يعني الكوره تصبح تعرف الكوره اليوم لك وعليك يعني بالضبط بالضبط كلام سليم احمد، كل واحد يطمح فيه يعني بالضبط. لكن ايضا الجمهور الضغوط على اللاعبين وضغوط على الفوز يعني الفوز ان شاء الله باراده الله اذا تحقق ان شاء الله نتامله، واذا ما جاء اللعب الطيب والاحترام وتبادل اللاعبين بين اخوان مجلس التعاون يعني جميل وتكون جميل روح يعني رياضيه اخويه بين اللاعبين يعني. كلام رائع وكلام طيب يا احمد، لك كل الشكر على تواصلك معنا يا القنيبي، يعطيك العافيه. احمد الحاتمي بشهاب مساء الخير. مساء النور اخوي، كيف حالك؟ يعطيك العافيه بخير وعافيه. حياك الله اخوي، سرك كيف الحال؟ الحمد لله يا مرحبا والله. هاي الحالة. تقول كلمتين أخوي بس. تفضل. هي المباراة النهائية بين السعودية وعمان. المباراة النهائية تكون بين السعودية وعمان. السعودية وعمان. ومن يفوز؟ إن شاء الله عمان. هذا وليد السال بإذن الله، الله يسمع منك إن شاء الله، الله يسمع. إن شاء الله عمان. بإذن الله. والمباراة بين الإمارات وعمان. عمان تفوز 2-0. 2-0. وحياك يا أحمد. تسلم تسلم يا الحاتمي، جميل هذا التفاؤل، هذه الروح الرائعة يعني رائعين جمهورنا. هكذا دائما المنتخب في محفل كروي في بطولة، نتمنى الوقوف مع المنتخب تماما. مبارك هذا وليد مجنة. مبارك الغيلاني، السلام عليكم. كيف الحال؟ طيب يعطيك العافية، الله يسلمكم، نبارك لكم البرنامج الجديد ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. وين غايب يا اخي مبارك؟ لك فتره ما مغيب. موجود موجود. اول شيء نبارك للشعب العماني ونبارك لانفسنا الاطمئنان على صحه مولانا صاحب الجلال. امين امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. ونبارك للجميع غريب العيد ان شاء الله تعالى. امين. مبارك كيف تشوف المنتخب؟ والله انا صراحه نوعا ما متفائل، لان انا اشوفك انت متردد كانك في كلامك مبارك. لا العكس، ما متردد، بس بقول لك احمد طبعا جميع احس جميع المنتخبات نفس المستوى تقريبا.
يعني وغدرات المنتخب العماني لو يبذلوا أقصى طاقتهم ويجتهدوا أنا أقول لك عنده يقدروا قادرين يعني إن يوصلوا. وباختصر لك إياها من الأخير إن شاء الله النهاية نتوقع عمان والكويت بإذن الله تعالى. يا سلام عليك يا سلام عليك مبارك. أي نعم إن شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا مبارك واحد من الشباب الجميل والرائعين. كيف تصاميم في عندك تصاميم جديدة مبارك؟ والله إن شاء الله تعالى ما في غيدة تنف. خلاص ننتظر إن شاء الله. شكرا لك يا مبارك يعطيك وتحية لك من الوليد يا مبارك. مشكورين من على جهودكم الطيبة ونشكر المخرج الجميل والمبدع وليد الوهيبي على جهودهم وتوفيقهم في هذا البرنامج. شكرا أكيد لكل شكرا لك يا مبارك. شكرا أكيد لطاقم العمل الجميل والرائع لهم كل التحية. شكرا لكم يا طاقم صدى الجماهير. إذن اتصال آخر عبد العزيز الطارشي. هلا مرحبا مساء الخير اخوي احمد. مساء النور عبد العزيز كيفك؟ مساء الاحمر الغالي، مساء التفاؤل، مساء الحماس، مساء كل حب الاحمر ورجال ان شاء الله. ومساءك انت كله تفاؤل ان شاء الله. اخوي صراحه احنا خلاص لما قرب كاس الخليج صرنا بحاله حماس بحاله تفاؤل، احنا كلنا امل ان منتخبنا انتظار. اخوي احمد احنا عودنا الاحمر دائما هم رجال ودائما هم عند يعني حسن الظن والثقه، واحنا هم بس يهمونا وانا كل ثقه ان ان شاء الله اقل شيء ان شاء الله بنوصل دور الاربعه. بالرغم من اصابه الكبير عماد واصابه محمد غساني اللي الحين صاقينا فيها، بس اخوي احمد احنا كلنا خلف الاحمر واحنا كلنا ان شاء الله بنكون في الرياض ونشجع المنتخب. جميل. وان شاء الله كلنا متفائلين ونتمنى كل الشعب يوقف عند الاحمر ونتمنى الدعاء بس منهم وان شاء الله الله يوفقه ان شاء الله باذن الله تعالى. نشكرك عبد العزيز هذه الكلمات الرائعه على تفاؤلك على روحك الجميله وعلى وصولك هناك لارض المملكه لتشجيع المنتخب. شكرا لك يا عبد العزيز. درويش اللي احمدي. درويش مرحبا. مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور. يعطيك العافيه درويش. كيف الحال؟ طيبين. سرك الحال. مشكورين على البرنامج الجميل هذا اللي تقدموه اللي قربنا كثير من المنتخب او من الدوري. تستاهلوا تستاهلوا دائما الافضل يا درويش. المبادرات دائما تجي لكم اصحاب يعني الافكار الطيبه. يعطيك العافيه ان شاء الله. حياكم الله. اول شيء حبيت اهني نفسنا بسمع صوت مولانا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله اللهم لك الشكر. ثاني شيء اكيد المنتخب له نظرة كبيرة انه يعني الشعب كله طالبه بشيء يعني والجهود من الاتحاد اعتقد واضحة، ولكن انا بس لي رجاء من الشركات انه على الاقل يكون في دعم يعني للجمهور هذول للي حاب يسافر من الجمهور اللي حاب يسافر على الاقل يعني شوية دعم يستاهل المنتخب. وهذا الدور اتوقع اللي ناقص معانا يا درويش الى الان. نعم يعني باقي نعم الدول نعم سمعنا بمبادرات وب يعني وجود رحلات خاصه لكاس الخليج وبالمجان يعني لمجموعه كبيره. بالضبط. اتمنى ان نلقى هذه اللمسه من الشركات او القطاع الخاص انه يوقفوا مع الاحمر في الفتره الحاليه هذه، وان شاء الله اكيد نتائج ملموسه ان شاء الله بتكون باذن الله تعالى. باذن الله تعالى يا درويش يعطيك العافيه ان شاء الله. اكيد شكر لدرويش. كلام بالفعل كلام واقعي. نتمنى من القطاع الخاص أن يكون أكثر تفاعل مع المنتخب. إحنا مش أقل تماما يعني خيرة البلد تستفيد منها أو يستفيد منها كل القطاع الخاص. نتمنى أن يعني يخدم فيها اللي حاب يروح يشجع المنتخب يتواصل معاهم. إحنا مش أقل تماماً من دول الجوار، فنتمنى أن يكون في هناك إقدام على هذه الخطوة إن شاء الله. مباراة اليمن ومنتخبنا الوطني، كاميرا صدى الجماهير تواجدت والزميل أيمن الفجراني. خلونا نشوف أصداء بعض الجماهير على أكثر من فترات، نتابع الأصداء ومن ثم نعود إليكم. الشعب العماني
بسلامة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وبإذن الله يرجع عمان سالما غانما بإذن الله تعالى. أتحدث عن الشوط الأول. الشوط الأول كان الأداء نسبيا متوسط، في هناك كان تباعد بين الخطوط خاصة في الدفاع والوسط، ما في كان تفاهم أو تجانس بين لاعبي المنتخب. بصراحة في نقص في الوسط كثير كثير كثير. أتمنى الأداء يتغير في الشوط الثاني، وأتمنى أن يكون المنتخب يعكس الصورة الجميلة في هذه المباراة. والله هي المباراة حلوة وجيدة، لكن هدف واحد احنا كجمهور صراحة ما يكفينا ذا الشيء. نريد لعب، نريد تميز في الدفاع، في الأداء، في الهجوم. عندهم نقص صراحة، لاعبية يعني يريدوا أكثر أداء وأكثر حماس. نريد التشكيلة شوية تتغير عن كذا، لأن كذا ما راح نوصل مكان أبدا. احنا نطمح لكأس الخليج، يعني هم داخلين الحين في مباراة ودية، كم مباراة خسرناها؟ وين الاتحاد؟ وين الإدارة عنهم؟ يعني معقولة كم مباراة نخسر احنا ونفس التشكيلة؟ غيرونا التشكيلة شوية، أعطونا أداء، أعطونا حماس. نريد يعني نوصل بعيد، نحن جمهور نتعلم من وين عشان المنتخب. والله شيء جميل والله بصراحة، الهدف اللي حفز اللاعبية، وإن شاء الله بنشوف الشوط الثاني أجمل إن شاء الله. الشوط الثاني يعني راح تكون النتيجة أكثر؟ إن شاء الله مفولين فيهم إن شاء الله، راح تكون نتيجة 3-0 إن شاء الله. كيف شفت المباراة في الشوط الأول؟ المباراة والله متحفظين الصراحة الشباب، بس ننتظر منهم الأكثر إن شاء الله، ننتظر منهم الأكثر. كم النتيجة تتوقع؟ 2-0 إن شاء الله. والله الشوط الأول كان ممتاز، ونتمنى بالمنتخب يواصل على هذا المستوى، ونتأمل خير إن شاء الله بحضور هذه الجماهير والتكتيك الموجودة والإدارة في الاتحاد، يعني قائمين بالاهتمام الممتاز والحمد لله رب العالمين. وهذا يبشر بالخير للشعب العماني وللمنتخب العماني، وهذه جاية طيبة، وإن شاء الله راح نعيد خليجي 20. مباراة افتتاحية قوية تنتظرنا هناك في الرياض بين عمان والإمارات. والله ما في قوي أمام المنتخب العماني، إذا كانت العزيمة موجودة والإصرار موجود إن شاء الله ما راح يكون شيء قوي أمام المنتخب العماني. ونلمسه إن شاء الله الروح والدم ونشوة الشعب وفرحة بصحة وعافية مولانا جلالة السلطان، هذا يعطي دافع كبير جدا إن شاء الله، ونتأمل الخير والخير بيد الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. المباراة والله نشوفها بحماس، بس نتمنى المنتخب يشرفنا في خليجي 22، وإن شاء الله نرجع وجايبين الكاس معانا، ونتمنى الحماس من الجماهير اللي ما جايين يحضروا، وإن شاء الله رايحين إلى الرياض. نتيجة كم تتوقعها اليوم؟ اليوم إن شاء الله نقول 2-0 بإذن الله، وبحضور علي الحبسي راح تتغير إن شاء الله. والله الشوط الأول بصراحة يعني ما عجبنا كثير الشوط الأول، خاصة في النص، يعني تمريرات مقطوعة كثير، والتشكيلة التشكيلة ما استقرت. يعني اليوم مسلمي ظهير يسار، مسلمي متى ما لعب ظهير يسار؟ سنتين ما لعب ظهير. هناك مظفر موجود وعلي سعيد موجود، متى التشكيلة تستقر؟ والهجوم الغساني بدل الحوسني، يعني هذه المباراة بروفة أخيرة، مفروض تكون تشكيلة ثابتة. يعني ما كل يوم تغييرات، لحد متى يغير؟ 3 سنوات وهو يغير. لكن المسلمي ما قصر، سجل هدف، ونتمنى الشوط الثاني يتعدل المستوى، وفي كاس الخليج ان شاء الله خير، لكن اللعب ما يطمن. يعني متفائل كذا بالمنتخب في كاس الخليج؟ والله ما كثير متفائل، لكن نتمنى ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله. لوين يوصل تقريبا كذا؟ اذا عدى الدور الثاني ان شاء الله زين ان شاء الله، لكن اهم شيء المدرب يستقر. يعني المسلم اليوم صراحه المفروض يكون قلب دفاع، لان العويسي ما اعرف كيف، فعسى خير ان شاء الله، عسى خير. والله الحمد لله الاداء كان متميز وحلو كثير، والحمد لله اطمننا على اداء المنتخب ان شاء الله في كاس الخليج ان شاء الله، ان شاء الله نتاهل للادوار المتقدمه ان شاء الله. تعتقد ان غياب علي الحبس اليوم له دور؟ الحمد لله يعني ما كان في هجمات كثير على الحارس والتجارب الكثيره يعني، وما شاء الله الحارس زعابي يعني اداءه ممتاز يعني نفس الشيء. هذه المباراه مقياس لمباريات كاس الخليج؟ بالنسبه لمباراه كاس الخليج اتوقع ان جدا ضعيف تكتيكها، يعني مباراه افتتاحيه تنتظركم مع الامارات، كيف تشوف المباراه؟ ان شاء الله راح تكون حماسيه اكثر، وفي بذل من اللعيبه اكثر ان شاء الله. ما زعلان، بس الاداء شويه ما هو الاداء اللي كنا احنا متوقعينه، هو
نريد الاكثر، نريد الحماس من المنتخب، نريد نشاهد المنتخب بالمستوى اللي معهود عليه مثل ما شاهدناه في كاس الخليج السابق. صراحه شاهدنا المنتخب اللي هو معروف عنه المنتخب العماني، ونتمنى ان شاء الله نشوف المنتخب العماني بالصوره الجيده في كاس الخليج مثل ما عاهدنا. هم رجال وقادرين على هذا الشيء، واتمنى تكون المعنويه والقوه حاضره، واتمنى يكون عسوم عمان حاضر والروح القتاليه حاضره معهم، وان شاء الله ان شاء الله نتمنى الكاس. النتيجه كم تتوقعها؟ اتوقع والله 2-1 2-1 2-0 ان شاء الله. اهلا بكم مشاهدينا من جديد. روعة الصورة الختامية للفاصل معاك يا الاحمر، وعلى كذا صورة كأس الخليج. وليد شكرا على الفاصل الجميل والرائع، دائما متألق ومتأنق. اذا مشاهدينا ارقام التواصل بالبرنامج الخاصة بالاتصال 24943706 و 24604629 واثنين. وليد حطه شوي له كذا انت اوكي جميل. ايضا حساب التويتر @صدى_الجماهير، ومن خلاله لكم مشاهدينا للتغريد بكل ما يجوف في خواطركم من كلام وتفاعل ورسائل للمنتخب. ايضا الانستغرام، نتمنى الشباب اللي متواجدين في المملكه يرسلون على حساب البرنامج @صدى_الجماهير. ويقول وليد وصلت، وليد وصلت، بنشوفه بعدين الحلقة القادمة، خلاص يوم السبت إن شاء الله. إذن دعونا نتابع. وليد نشوف تويتر، وليد نايم، وليد خلاص. إذن عماد الزعابي كل التوفيق للأحمر العماني واللاعبين، ونتمنى البطولة عمانية 100% 200 200. منذر النعماني كل التوفيق للأحمر رغم الغيابات في خط الهجوم، الجميع جاهز للتعويض يا منذر. شكرا. عماني وكل فخر، صراحة كنا محتاجين مثل هذا البرنامج الناجح. تحياتي احنا لك، تحياتي عماني وكل فخر. ايضا سالم اللي هو عماني وكل فخر، اتمنى من الجمهور العماني ينسى المدرب ويركز على المنتخب، وبعد البطوله لكل حادثه حديث. انت عين الصواب يا سالم.
كلنا معك يا الأحمر، نبض واحد. شكرا يا سالم. أبو المر لك التحية، ومتفاعل دائما مع البرنامج. كل التوفيق للأحمر العماني، وإن شاء الله الكأس عماني، وكلنا خلفك وين ما تروح يا سيد الملاعب، وبعون الله منصورين، وربي يحفظكم. وشكرا على كل الصور اللي ترسلها يا أبو المر. هاشم العجمي، سلامي لطاقم البرنامج وبالأخص المخرج المتألق وليد الوهيبي، والمذيع أحمد العاصمي. إلى الأمام على رأس يا شباب، أنت على رأسنا يا هاشم، والحمد لله على السلامة. سلمان الوهيبي، كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في بطولة الخليج. تحياتي للمخرج المبدع وليد الوهيبي وجميع طاقم البرنامج. وأنا سليمان، كيف وإيش الوضع؟ شكرا يا سليمان. محمد الهنائي، نشكر الأخوة المساهمين في نجاح هذا البرنامج، كل التوفيق لكم يا شباب، موفقين. شكرا يا الهنائي. شكرا لكل المغردين على حساب البرنامج @صدى_الجماهير. نتمنى هذا التواصل يتم، نتمنى بث رسائل إيجابية للمنتخب خاصة بهذه البطولة. أيضا وصلتنا العديد من الفيديوهات على حساب الإنستغرام _صدى_الجماهير، ويرسلوها طبعا على مواقعهم أو ينزلها كل واحد بطريقته، واحنا نعطيكم اياها بطريقتنا الخاصه. نشوف وليد. على برنامج صدى الجماهير، دعوه للجماهير العمانيه للتفاؤل والوقوف خلف الاحمر العماني خلال مشواره في بطوله كاس الخليج بالرياض. أبوس قدها وقدود، وإن شاء الله من مسقط العامرة إلى أرض التوحيد، الكأس الخليج 22، الصدارة عمانية، صدى الجماهير. بسم الله الرحمن الرحيم، متابعين الكرام، مشاهدين الأعزاء، عبر برنامج صدى الجماهير نتابع بإذن الله تعالى الحدث الرياضي الكبير الذي يقام على أرضية مملكة العربية السعودية بالرياض. نتمنى لمنتخبنا الوطني بإذن الله تعالى أن يكون الأحمر موفقا ورافعا الكأس إلى أراضي السلطنة، هكذا الأحمر، ودعواتنا من الله له بكل التوفيق. لنا نبض واحد إن شاء الله لأجل قابوس، إن شاء الله عمان ستأخذ كأس الخليج 22 بالرياض. إذن شكرا لكل المتواصلين على حساب الانستغرام، فيديوهات جميلة ورائعة. وشكرا لهويد الجحافي معلق سباقات الهجن، وانت كذا 10/10. شكرا لك يا موسى الهدابي واكيد ابنه ايضا على تواصلكم. في فيديوهات ثانية ان شاء الله راح نشاهدها تباعا ان شاء الله في حلقة اليوم. إذن نعود لاتصالات الجماهير ونسمع أصواتكم متابعينا. زياد أشكيلي، أهلا وسهلا ومرحبا، مساك الله بالخير يا زياد. الله يمسك بالنور والمسرة، كيف حالكم؟ يعطيك العافية إن شاء الله. الله يسلمك الغالي. أولا شاكلكم صراحة برنامجكم الرائع، ربما بشكل جديد وبطلالة جديدة. يعطيك العافية، ويضعنا دائما في قلب الحدث، وبأمانة مستقبين طبعا بدولة بداية البطولة، و وأول لقاء المنتخب، يعني دائما لقاءاتنا ندية مع منتخب الإمارات، يعني نتمنى لهم الشباب كل التوفيق، يعني ولو أنه أنت دائما دعوتكم للتفاؤل، يعني التفاؤل دائما موجود بالضبط، ولكن ربما نبرته تقل يعني نوعا ما، خصوصا مع غياب ربما عمادتنا الأساسية في المقدمة عماد الحوسني، لكن إن شاء الله الشباب قادرين إن شاء الله على التعويض بإذن الله تعالى.
أكيد أكيد طبعا. وطبعا نقطة أخرى أحب أضيفها، موضوع طبعا أنت ذكرته فقط أعرج عليه مرة أخرى، موضوع ربما يعني قيام المؤسسات والشركات والقطاع الخاص أو أي مؤسسة أخرى ربما يعني مساندة المنتخب، لأنه كل اليوم فرد على أرض السلطنة أو كل مؤسسة تقوم بدورها يعني في جانبها. نحن كمشجعين ما دورنا إلا نتابع، وكل الجهود اللي سمعناها كلها جهود فردية للناس اللي حابين يتوجهوا يعني. بالضبط بالضبط، جهود فردية يعني، ما سمعنا إلى الآن أي مبادرة من شركات القطاع الخاص اللي هي تقدم ولو جزء بسيط لرد الدين لهذه الأرض الطيبة. أكيد طبعا هي جزء يعني جانب من مسؤوليتهم الاجتماعية. بالضبط بالضبط، مسؤولية اجتماعية يا زياد، وهي إعلانات في الأول والأخير ترى من جوانب تسويقية ربما يعني. هذا اللي يفهمها يا زياد، هذا اللي يفهمها دائما لمؤسساتهم يعني. أنا شخصيا مثلا شفت أمس التذكرة على موقع الطيران الأماني قيمتها 130 ريال، وفي أوقات بأمانة ما مناسبة يعني، ما مناسبة للشخص اللي بيروح وبيرد، تعرف الناس دوامات وكذا. ربما لقاء يوم الجمعة يعني خصوصا يناسب يعني بحكم أنه إذا وافق في إجازة نهاية الأسبوع يعني نتمنى، خصوصا هو الراعي الرسمي للمنتخب، يسيروا فقط ما نتمنى تخفيض التكلفة. بالضبط. وفي نفس الوقت يسيروا رحلات إضافية، الناس بتتكفل بكل الأشياء يعني. بالضبط بالضبط، كلامك سليم وعين العقل، شكرا لك يا زياد. أتمنى لهم التوفيق وشاكر لكم أحمد، وربي يوفقكم دائما للأفضل. صراحة نقلتكم هذه مبين انه في نقله نوعيه ربما في تغطيتكم للبطولات يعني. يعطيك العافيه يا زياد، يعطيك الف شكر لك، الف شكر لك، مداخله رائعه وطيبه، وشكرا لك يا زياد. ناصر السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اهلا وسهلا فيك يا ناصر. الله يعافيك، كيفك حبيبي؟ يعطيك العافيه، انت كيفك؟ يا مرحبا، الحمد لله رب العالمين. كيف مساك يا ناصر؟ والله طيب. قول لي. والله أنا أتكلم عن المدرب أول شيء. قل لي يلا ناصر هات. المدرب يا أستاذي شوف تشكيلته يلعب لنا بتشكيلة هذه ما بيفيدني أبدا، يلعب 4-4-2 هاي تعودناها ما شاء الله في دورات الخليج هلتين ويبني نتائج. حلو. معك ناصر. زين بهذه الطريقة بنمشي، لكن يلعب لي بالطريقة هذه اللي عنده حاليا صعبة جدا. حلو. زين ناصر، شوف ناصر، احنا نخلي المدرب على صوب شوي حتى نزعل. أيوة. من المدرب حتى نزعل من المدرب، بس الآن الوقت أنا بالفعل حطك من المدرب، خلي المدرب شوف. على صوب لا بعد حاجة على المدرب، لازم يكون شجاع، لازم يلعب صح. مهاجم صح، كلامك سليم. اللاعبين ايش بتقول لهم يا ناصر؟ اللاعبين ما بيقصون، والله اللاعبين يا استاذي ما بيقصون، بيدون عليهم. حلو. لكن لازم التكاتف عندهم، وكاداريين في المدرب والطاقم التدريبي اهم حاجه، كمساعد كمدير فريق لازم يتكاتف عند اللاعبين. بالضبط، هذه هي المشكله عندنا احنا، المشكله الطاقم التدريبي كامل. ماشي، مشكلة إن شاء الله، ما لا يهمك إن شاء الله، واصل إن شاء الله. لي خير ونتمنى خير وإن شاء الله بيكون خير بإذن الله. ولاعبين هم هذه الأولين، هم نقص 2-3-4 ما في مشكلة. حلو، جميل جميل، شكرا لك ناصر، يعطيك العافية إن شاء الله. اتصال آخر، محمد البلوشي. محمد ألو، السلام عليكم. محمد كيفك؟ هلا الغالي، هلا ابو رام. محمد بس شوي نقص لي على صوت التلفزيون. اي طلعت عن برا ما حد يعني. اخبارك؟ الحمد لله تمام، يعطيك العافيه. حياك ابو ريم. يا اخي عجبني التفاؤل اللي فيك محمد. البرنامج هذا ومسي عليك ومسي على المشاهدين الكرام. يعطيك العافيه محمد. ها جميعا ان شاء الله. كيف المنتخب يا محمد؟ لا متفائلين خير ان شاء الله، متفائلين خير. بس احب اوجه كلمتين حق اللعيبه مش حق الجهاز الفني وبس او مسؤولين في الاتحاد. قول. ابيهم بس يركزون بشيء واحد. الالوان الثلاثه. حلو. الابيض والاحمر والاخضر والشعار. حلو. بس. جميل. بس. هذا طاقه بروح هذه الالوان يا محمد.
ويركزون في الشهر، اي شهر يلعبون الحين في البطوله، اي شهر، شهر 11، شهر 11 نوفمبر، شو نوفمبر، شهر عيد وطني، خذ بكم روح الوطنيه بالضبط. ارجوكم 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 لا تخلوا الشعب يحزن، هو شهر فرح، شهر فرح، لا تخلوا الشعب يحزن يبكي. ان شاء الله كل هذه الكلمات، كل هذه الكلمات توصل للاعبي المنتخب ان شاء الله يا محمد. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب، ويفوز ويبدا البطوله، نبي المدرب يستمر، واذا ما يبدا البطوله ونقول شو نقول؟ شو نقول؟ شو نقول؟ ما نقول شو نقول؟ قد الله ما شفع نقول. يعطيك العافيه يا محمد، يعطيك العافيه. نندم عليه على شو؟ بس نبي البطوله، الله يخليك نبي البطوله. فرحونا وريال، وريال فرح حسن المنتخب العماني ان شاء الله باذن الله تعالى، ولنا ذكريات جميله في الرياض. حبيب قلبي تسلم. شكرا يا شكرا يا محمد، يعطيك العافيه ان شاء الله. الله يخليك. تفاؤل جميل وروح رائعه لمحمد البلوشي. اتصال اخر وسعود العمري. سعود مساك الله بالخير. يا سعود. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يعطيك العافيه يا سعود. سعود وينك يا سعود؟ راح سعود. كلمونا سعود، كلمونا سعود من جديد. تحية له من جنوب، من أرض الجنوب. اتصال آخر. محمد بني عرابة. محمد السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ أحمد. يا هلا وسهلا فيك. كيف الصحة؟ ساك بخير. يعطيك العافية إن شاء الله. كيفك أنت؟ الحمد لله دومك ما شاء الله متألق بالبرنامج هذا الجديد، وشكرا على هذه الإطالة الحلوة قبل كأس الخليج. يعني يعطيك العافية، يعطيك العافية. أنتم لكم الشكر على المتابعة والتواصل دائما أخي محمد. الله يخليك. أنا ما عندي شيء جديد أضيفه، بس أتمنى التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا في كأس الخليج، وأتمنى من كل جماهير الوقوف أمام منتخب حاليا. ما يحتاج نحن نقول ما نريد مدرب أو كذا، لا، الحين لازم نوقف مع المدرب ومع اللاعبين ومع الجهاز الفني. نحن كجمهور لابد يكون يد واحدة يعني بالضبط، عشان منتخبنا يمشي بالطريقة الصحيحة، وإن شاء الله راح يمثلنا خير تمثيل بالضبط. وثقتنا في اللاعبين كبيرة، مثل ما نحن حاسين بالمسؤولية، تأكد أن مراحلنا من عمان عند المسؤولية كبيرة يعني بالضبط بالضبط، وإن شاء الله راح يشرفونا بكأس الخليج. بس أستاذ العزيز أنا عندي عتاب لشركة طيران العماني بصراحة. تفضل تفضل تفضل، عتابك يوصل إن شاء الله. يعني يفترض الطيران العماني هو هو الطيران الدولة يعني، فمفروض يعني ما يعمل تذاكر للجمهور يعني بس بالأسعار هذه، يكون بالمجان، لأن في النهاية هو يعني مثل المنتخب. احنا بعدنا ما بغيناها بالمجان، احنا بغيناهم يخفضوا شوي للجمهور اللي رايح المملكة العربية السعودية، وأنا متأكد أنه الجمهور راح يروح، بس نبغى منهم يخفضوا، ما نبغى شيء بلاش يعني 165 كثير أستاذ أحمد بصراحة. أدري أنك لا فيه. بالعكس أستاذ العزيز، يعني نحن ما نروح للدول الأخرى، في دولنا الشقيقة عن دول المجاورة تحصل طيران مالهم يتبرعوا للجمهور يعني، فجمهورنا يستاهل وقفة مثل ما نوقف مع اللاعبين بالمكارم بكل حاجة، الجمهور يستاهل وقفة، تأكد كل تأكيد أن الجمهور يروح. فوق ذلك أستاذ أحمد، الجمهور الآن رايح يعني رايح، أقول لك الجماهير ما محتاجة، أقول لك أنه لكن المفروض مبادرة أستاذ العزيز من طيران العماني بالذات يعني قبل بشهر يعرفوا متى جدول كأس الخليج، المفروض يبادر شوف الناس تروح ولا لا يعني. الحين الناس صدقني بال يعني بأشياء خاصة رايحة يعني، لكن يفترض مبادرة من الشركات. صحيح. ومن القطاع الخاص، بما أن قطاعنا يعني كثير ما مهتمين ولا يعني عندهم اهتمام بالمنتخب، غريبة. لكن ان شاء الله عموما اتمنى التوفيق لمنتخب الوطن، وان شاء الله راح يشرفنا، وكل جمهور بيقتنع في اداء المنتخب باذن الله تعالى. باذن الله تعالى. ونتمنى الشفاء للمصابين عماد الحوسني والغساني، وان شاء الله راح يرجعونا في كاس اسيا ان شاء الله، ونبارك لهان الضارط عطى ان شاء الله يكون خير تمثيل يمثلنا في منتخبنا الوطن باذن الله تعالى. ولد هان الضابط ذكريات. شكرا استاذي وسمحوا مسموح على الاطاله. شكرا يعني. شكرا يا محمد، شكرا على مداخلتك الجميله. وانا اقول لك لدى هان الضابط ولنا هان الضابط طبعا ذكرى جميله في كاس الخليج هناك في الرياض، نتمنى ان نراها من جديد. وليد حمسنا شوي، حطنا اغاني المنتخب ما يصير. اوكي تمام تعجبني. احمد مراد السلام عليكم. لا السلام عليكم. احمد يكلمنا من قطر. هلا يا احمد. مرحبا ابوي، كيف حالك؟ يعطيك العافيه ان شاء الله. عليكم السلام. كيف صحتك؟
والله بخير الله يسلمك. شو اخبارك ابوي؟ الحمد لله يعطيك العافيه ان شاء الله. يا مرحبا. نتمنى لمنتخبنا ان شاء الله. تفضل تفضل يا احمد نسمعك. ايوه نتمنى لمنتخبنا ان شاء الله يوم الجمعه ان شاء الله يرفع رؤوسنا يا ابوي، واحنا كلنا موجودين ان شاء الله بعد باذن الله تعالى. متفائل ان شاء الله المنتخب قادر على ان يصنع شيء في هذه البطوله احمد؟ نعم 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 ان شاء الله ان شاء الله قادرين قادرين شبابنا قادرين ان شاء الله باذن الله تعالى باذن الله تعالى. شكرا لك يا احمد يعطيك العافيه ان شاء الله. اياك نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله يوم الجمعه. تعالى شكرا لك شكرا لك يا هلا اوكي حبيبي شكرا. كيف ابو خالد فوقه على الطلب؟ اذا مشاهدينا نسمع شيء ونرجع لكم او نشوف. كلنا يا عمان هلكنا بضواحد، مركب بالناصر متعلي شراعة، لك محبة فيك مشاعرنا تسامات، انت احلى اسم يذهلنا سماعة. كلنا يا عمان أو كنا يا منتخبنا إن شاء الله معاك نبض واحد، لقطات جدا رائعة وجميلة. دعونا نكمل متابعينا ومشاهدينا الأصداء اللي كانت في مباراة اليمن وماذا قال الجمهور في المباراة. شوف أبو خالد يلا نروح نشوف. كيف شفت المباراة في الشوط الأول؟ الشوط الأول حقيقة المستوى ممكن يكون كبداية مش المستوى اللي هو نحن كنا نتوقع. نحن نريد منتخب يكون الشق الهجومي هو الغالب، نحن ما زلنا ينقصنا الهداف، هجمات كثيرة وضاعت كمستوى. يعني الأسباب من الهجوم؟ والله أنا في نظري أن الهجوم ما زلنا نعاني الهجوم. والله توقعنا يكون المنتخب أكثر كفاءة من المستوى هذا، يعني بعدين طلوع عماد الحوسني أثر كثير على مستوى المنتخب، وغياب علي الحبسي نفس الشيء أثر على المنتخب. وصراحة فاجأنا المنتخب اليمني، يعني أسلوبه تغير وتوقعنا يكون أكثر المنتخب أكثر كفاءة من هذا اللعب، يعني فموضوع يخوف يعني على هذا المستوى. يعني بهالتوليفة ما قادر المنتخب في كأس الخليج يقدم؟ والله أكون صريح معك، خايف على المنتخب، يعني خايف على المنتخب صراحة، يعني أتمنى له التوفيق، لكن إن شاء الله يمكن المباراة هذه تكون
باختبار القدرات الموجودة فيها. إن شاء الله يفوز المنتخب إن شاء الله. أتوقع النتيجة كم؟ 2-0 إن شاء الله. إن شاء الله. كيف شايف أداء المنتخب اليوم؟ والله صراحة للأسف بعد ما يطمن يعني، يعني أنت تتكلم عن مباراة مثل اليمن قد يكون منتخب متطور، بس مع ذلك يعني للأسف ما عندنا هجوم قادر يخترق الهجوم يعني الدفاع اليمن لحد الحين، وعملية صعبة أصبحت يعني. يعني هل هذا السؤال الحين، هل هذا الشيء يعني هذا المستوى الحين اللي صاير يطمن في شو اسمه في الرياض؟ يعني عملية صعبة حسبها، حس ما تطمن كثير يعني. وش محتاج المنتخب اليوم؟ والله ما أعرف، المشكلة خلاص صار الوقت ضيق يعني، ولكن أعتقد أن المدرب لازم أن يعيد حساباته شوية في حاجة، بس أنا مش يعني ما أقدر أقول لك يعني أنا يعني محلل أو شيء، لكن بس إجمالا الوضع ما يطمن يعني. ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى، ان شاء الله اعمال، ان شاء الله بتجيب الكاس. خليك 22 ان شاء الله باذن الله. غير بس ايش نبغى؟ بالحبس يكون موجود وعماد واللعب يعني اللعب الحلوين ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى، وعسى الله يكون ديب الكاس. جزاك الله خير. كيف المباراه شفت؟ تشوفها كذا متشجع متحمس للمباراه؟ زينه والله الحمد لله. النتيجه كم تتوقعها تنتهي اليوم؟ 3-0 او 4. 3-0. مين راح يسجل الهدف الثالث؟ ما اعرف. استمتع بس اشوف يحتاج شوي. وش محتاج المنتخب؟ تحسن، لان الجولين جت من كرات ثابته، يعني نبغى نشوف اهداف، يعني ما دائما ممكن تحصل فاولات مثل هذيك، يعني يحتاج شوي يكون في خطه معروفه. انا ما شايف، انا ما خبير في هذا، بس انا ما شايف انه في حركه اللي ممكن تجيب اهداف بدون ما تكون كرات ثابته دائما. خلاص صرنا قريبين من كاس الخليج، يعني ما في حتى مجال. اذا هو يمكن مدرب عنده خطه مخبيها، ما اعرف، يعني ما اشوف انه عادتنا كذا. تتوقع المنتخب راح يقدم شيء في كاس الخليج؟ ان شاء الله يا رب ان شاء الله. اداء متوسط من المنتخب، وحبيت اقول شغله ان التراس عمان مع المنتخب السعودي ان شاء الله، واتمنى السلامه للعمده صراحه، ما استمتعنا بالمباراه معه، وحقيقه شيء يقلق بامانه يعني انحاتيه بكل، يعني ما ادري ايش اقول لك، ان شاء الله تكون اصابه خفيفه للعمده. فاداء بس اقول لك اداء متوسط، والحمد لله ان شاء الله كاس الخليج يكون عماني، نتمنى صراحة. وحبيت أقول مرة ثانية ألترس عمان مع العماني وين ما يروح، نحن مع العماني وين ما يروح، خسر فاز وين ما يروح إن شاء الله. وأتمنى التوفيق للشباب ويعطيهم ألف عافية، وحبيت أشكر الجمهور. صراحة هذا الجول الثاني، هذا الجول الثاني، ومرة ثانية أقول يعطيهم ألف عافية، يعطيهم ألف عافية اللاعبين، يعطيهم ألف عافية. كأس الخليج إن شاء الله، إن شاء الله خليج، إن شاء الله، إن شاء الله خليج. خليج في ضربات. والله الشوط الأول كان الفريق ما أدى بشكل طيب، لكن الشوط الثاني تعدل المستوى، وأشوف المستوى أهل لبطولة الخليج إن شاء الله. اليوم 2-0 كافيين؟ والله على أداء المنتخب كافيين 2-0، بس إن شاء الله في تحسن في بطولة الخليج إن شاء الله. خلص المباراة بالنتيجة كم؟ والله أتوقع هي النتيجة 2-0 بس. 2-0، وأنت كم تتوقع النتيجة؟ أتوقع 3-0. عمان واليمن المباراة الصراحة لحد الآن من الشوط الثاني واصلين في دقيقة 77 ما في لعب، ما في تكتيك، الجولين اللي حطيناهم جولين كور ثابتة، غير عن هالموضوع ما موجود، لا هي رسمة لعب ولا فريق يطمن على كأس خليج 22 في السعودية لحد الآن اللي نشوفه نحن مباشرة. فمثل ما قلت لك، المباراة الأولى لكأس الخليج 22 مع الإمارات مباراة قوية، مباراة بين الإمارات وعمان هي ديربي، ونحن نتمنى يعني على الأقل على مدربنا ليغوين
يوقف على التشكيلة الصحيحة. لحد الآن احنا نشوف التشكيلة متغيرة وفي بعض اللاعبين مراكزهم ما هي نفسهم او ما في تشكيلة ثابتة بلا صح، فنحن نحس ان الفريق بعد ما يطمن وبعد مهزوز. إذن هذا أيضا جزء من بعض اللقاءات اللي أجراها أيمن في أرض الملعب بين منتخبنا ومنتخب اليمن. شكر لرابطة جماهير نادي صحار حاليا بين قوسين المنتخب اللي راح تكون متواجدة مع المنتخب. نتمنى الجميع التنسيق مع الرابطة للظهور تشجيع بشكل جيد إن شاء الله في البطولة الخليجية. أيضا مثل ما عودناكم راح نرجع نشوف بعض التغريدات اللي تم إرسالها عبر حساب البرنامج على تويتر. وليد نشوف، يلا نشوف. إذن مروان الحمداني، إن شاء الله الفوز عماني لكأس الخليج، دعواتكم لمنتخبنا ويا رب تكون ثابتة. سعيد المعمري غير متفائل من المنتخب وطالب بإقالة المدرب لأنه لم يضيف أي جديد للمنتخب. معك سعيد، بس إحنا الآن كلنا مع المنتخب. ياسر مساء الخير، ممكن نعرف سبب الإصابات الأخيرة؟ أكيد ممكن ياسر، هي كلها تخص العضلات، فيها تمزق فيها شد في العضلات بالنسبة لعماد ولمحمد. فيصل القاسمي، القلوب بدأت تدق بأن المنتخب في نقص ولكن فينا روح التفاؤل وعسى يا رب يتوفق. يا رب تدق تدق. علي العجمي، عسى يا رب نتوفق في كأس الخليج ونرجع بالبطولة لعمان وقائدها، يا رب. الله يسمع منك يا العجمي. أحمد الوهيبي، أنا من الحين أقول ألف ألف مبروك عماننا الكأس. حلوة الثقة يا أحمد. بشير العوفي، نتمنى توفير باصات لنقل الجماهير المنتخب وكذلك توفير طائرات لأن الجماهير تريد أن تحضر بس ما عندها مبالغ، نتمنى دعم القطاع الخاص، تعبنا من كثر ما النادي يا بشير، أقل شيء التخفيض. الدكتور العماني، نتمنى الفوز للمنتخب الوطني وإن شاء الله نتجاوز المباراة الأولى مع المنتخب الإماراتي، يقصد كسب 3 نقاط لمنتخبنا إن شاء الله. شكرا لك يا دكتور. محمد المهري، مساء الخير، الأحمر الأخضر الأبيض هي رايتنا، أيام ويرفرف علمنا في الرياض، وأيام ويعود لنا بلقب أو باللقب الغالي، وأيام وأبونا يعود. يا رب يا رب يا رب يا المهري. إذن تابعنا معكم مجموعة من التغريدات اللي غرد بها المتابعين على حساب البرنامج، أيضا
حساب الانستغرام كثير التويتر يعني تغريدات، ونعتذر يعني لما طلعت تغريدته ان شاء الله تكون متواجده او نقراها في الاوقات القادمه باذن الله تعالى. ايضا نستكمل بعض الفيديوهات اللي وصلت على حساب الانستغرام اتصدها اندرسكور الجماهير، وكل شخص عبر بطريقته الخاصه من خلال حبه للمنتخب. متابع السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم بالشعب العماني. نتمنى فوز الاحمر في خليجي 22. جماهيرنا كلنا مع الاحمر. السلام عليكم، خلوكم مع الاحمر في خليج 22. كلنا مع الاحمر، عمان نبض واحد. اتمنى للمنتخب ان شاء الله التوفيق، واتمنى لاخوان اللعيبه كل التوفيق والنجاح ان شاء الله، يكللوا مجهوداتهم بالكاس ان شاء الله، والله يوفقهم ويوفق المدرب في الخطط اللي قاعد يعملها ان شاء الله. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في كاس الخليج 22 في السعوديه. احنا طبعا خلفكم في السراء وفي الضراء، نتمنى منكم تبذلوا مصاري جهدكم. شكرا لكل من تواصل معنا، بس الأجمل كانت اللي في المزرعة صراحة. تحية لكم مشاهدينا، لكل من تواصل معنا على كل حسابات البرنامج، حساب التويتر أو حساب الانستغرام، كل واحد بطريقته. أنا حبيت بصراحة اللي كانت في المزرعة. جميل. إذن مشاهدينا نعود من جديد ونتواصل مع مشاهدينا عبر الاتصال، وسالم السعدي. سالم مساك الله بالخير. مرحبا، مساء الخير أخ أحمد. يعطيك العافية يا سالم، كيف الحال أخي؟ يسرك الحال، أنت كيفك؟ يا الحمد لله تمام. علوم؟ أبدا، ماشي مطوبك. يا خوة ماشي للخير، حلوة مع المزرعة. أنا ضحكت تحت الهواء صراحة، لكن كل واحد بالفعل يعني يعبر بطريقته الخاصة، فحبيت الحركة. أخي أحمد، طبعا الحين ما في مجال أن الواحد ينتقد، بالضبط الانتقادات هذه نخليها إلى بعد البطولة، كلام عين العقل بالضبط. زين، فسواء التقصير من المدرب أو اللعيبة ما هذا نخليه بعد البطولة، الحين ما في إلا الواحد أنه يعطيهم الدفع والحماس بالضبط. ولكن في عتب، في عتب بصراحة. أنا أضم صوتي لصوت الأخ محمد بن عرابة. يا اخي احنا نسمع خصوصا في دورات الخليج، أيه. يعني الدول المجاوره والدول المشاركه ككل، في كل مباراه مباريات منتخبها، الوزير الفلاني يتبرع بطائرتين، الشيخ الفلاني يتبرع بثلاث طائرات، الشركه الفلانيه تبرعت بطائره وطائرتين، وهذا الشيء ما نحصل عندنا في السلطنه. يعني احنا هذا النادي فيه بالضبط. وين القطاع الخاص؟ وين اصحاب الاموال؟ وين الشركات وين البنوك اللي قاعد تشتغل في السلطنة؟ يا أخي يعني على الأقل باص 15 راكب. أبدا هذا الشيء، يعني إحنا نبي نطالب من المنتخب، نبي المنتخب يفوز. طيب المنتخب نبي يفوز، لازم ندعم المنتخب صحيح. يا أخي ندعم الجماهير. يعني لما تحضر مباراة منتخب عمان منتخب الإمارات، تلاقي أكثر من 50,000 من الإمارات في نفس اليوم، يوم المباراة، ومن عمان حتى 10,000 ما في. احنا تكلمنا اكيد يعني في هذا الموضوع، نتمنى ان تصل الرسالة. يعني وين شركات النفط والغاز؟ وين البنوك العاملة في الدولة؟ وين اصحاب الاموال في الدولة؟ يعني كل شيء يبونه من مولانا صاحب الجلالة، مولانا صاحب الجلالة ما قصر. تعبنا من المناداة، تعبنا يا سالم صدقني. ايش نطلب من هذا الرجل اكثر؟ يا سلطان عطانا كل شيء، الله يعود لنا بالسلامه. امين. واحنا بامانه واقولها كلمه حق، لو الواحد يعبد مخلوق احنا نعبد صاحب الجلاله. ايه سبحان الله، لانه ما قصر معنا بشيء. ف يعني كل شيء نبيه من صاحب الجلاله، صاحب الجلاله اول مبادرين. بالضبط. انه قبل بدايه البطوله برفع مكافآت الفوز، طيب وين الباقين؟ واحنا نناشد يعني مثل ما انت تناشد يا سالم، احنا ايضا نناشد ونوصل برسالتك. شكرا لك يا سالم، يعطيك العافيه ان شاء الله. يعني اكثر من شخص اتصل يناشد، يعني يا جماعه الخير يا قطاع خاص، يعني اي دور المسؤوليه الاجتماعيه اللي تقدموها انتم للمجتمع في النهايه للوطن،
اللي جالسين اكيد يعني ناكل من خيرات الوطن. وين القطاع الخاص؟ بادروا بشيء، بادروا بشيء. في النهايه هي تسويق لشركاتكم، تسويق لمؤسساتكم اللي تقدم هذا الشيء في للمنتخب. ايضا نؤكد من جديد يوم السبت راح تكون لنا اطلاله ان شاء الله، بما انه يوم راحه للفرق بعد الجوله الاولى، راح ننزل في كل او بعد كل جوله يكون في يوم راحه، راح نتواجد خصيصا لكاس الخليج ان شاء الله. راح تتابعوا اصداء الجماهير، نتابع ايضا اصداء اللي حاضر معنا في السلطنه. نقول السلام عليكم. ناصر كيفك؟ ايوه الحمد لله، كيف حالك الاخ؟ يعطيك العافيه ان شاء الله. مو الاخبار بخير؟ اي يسرك الحال. الله يبقيك، مشكور على هذا البرنامج الرائع. تستاهلوا الاكثر يا ناصر، يعطيك العافيه. بس عندي مداخله بسيطه استاذ احمد. تفضل ناصر. اتمنى يخرج المنتخب من الحاله النفسيه شويه، واتمنى يعني بوقفه الجميع المنتخب راح يخرج بحاله نفسيه ممتازه صدق. لانه دائما نلاحظ المنتخب يعني لما يلعب مع اي منتخب لما يتقدم على الهدف خلاص تروح المباراه كامله. حلو، وهذا ملاحظ انه في كل مباريات المنتخب. يعني انت تقول انه النفسيه لها دور كبير في في في, في تحفيز المنتخب. لما ايوه صارت عندي عقده نفسيه خاصه لما يلعب مع الامارات. وهذا الجميل يعني. لا ما عليك من الشباب، ما عليك من الشباب، إن شاء الله ما بيقصروا، ما في عقدة نفسية. ثانيا أنا أفضل مع الإمارات، يعني الإمارات عندها قوة وسط وجهة نظر، يعني يلعب 3-5-2 جميل جميل. شكرا لك يا ناصر، شكرا، يعطيك العافية إن شاء الله. علي الجابري السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، يعطيك العافية إن شاء الله. أخبارك أستاذ أحمد؟ علي كأنك بتنام. لا والله ما بنام. ايوه خلي الصوت كذا نسمع الصوت صح. كيف المنتخب يا علي؟ والله المنتخب الحمد لله ممتاز. انا تابعت المباراه لما كانت في المجمع مع اليمن. فدام كان ما لحد ذيك الدرجه، تبقى مباراه تقريبيه يعني فيها تحفظ شوي على الاصابات شوي، تتوقع كذا يا علي ولا لا؟ لا اتوقع ان شاء الله، والشباب ما بيقصروا فيهم العزم لهم ان شاء الله. يونس محمود في شغل، في انباء يقول لك انه لاعب منتخب المنتخب العراقي وكابتنهم يونس محمود، انه في انباء انه ايضا مصيب ويمكن راح يبتعد عن البطوله. دائما تحصل مثل هذا الشيء. انت اهم شيء متفائل يا علي ولا لا؟ لا اكيد ان شاء الله المباراه راح احضرها ان شاء الله. راح تحضر ان شاء الله في مباراه الامارات علي؟ ان شاء الله. جميل، مبادره شخصيه اتوقع يعني رايح. النعماني. كيف راح تكون مبادره شخصيه منك يعني انت ومجموعه الشباب ولا لا؟ لا اكيد انه منا، انا مجموعه الشباب ان شاء الله. جميل، راح تروحوا بر ولا بالطائره ان شاء الله؟ لا بالطائره ان شاء الله. الطائره تروح وترجعوا بالسلامه وهلا الله في المنتخب، تشجيع ان شاء الله. ان شاء الله ولا يهمك، بس اتمنى انهم يشدوا العزم ان شاء الله. شكرا لك يا شكرا لك يا علي، يعطيك العافيه ان شاء الله. اتصال آخر، هلال الوهيبي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية. الله يعافيك، كيف صحتك؟ طيب الحمد لله. حياك يا هلال. بارك الله فيك، الله يحييك إن شاء الله. حياك، تفضل. والله متفائلين نحن بهذا المنتخب إن شاء الله. ونتأمل الخير على وجوه الشباب. حلو. وكذلك حبيت أني أنقل صورة للشارع الرياضي وللجمهور العماني. جميل. عن حارسنا الأمين علي الحبسي. حلو. الشارع الرياضي احيانا يتكلموا عن تدني مستوى علي الحبسي، بل هذا لا، عكس ذلك. ان شاء الله راح يكون علي في اتم الاستعداد وراح يشرفنا ان شاء الله باذن الله، كلنا نشرف الشعب العماني وراح يثبت وجوده وجدارته وحراسه للمرمر ان شاء الله تعالى باذن الله. وبلا شك هذا كل ما نتمناه كذلك للجمهور المعازرين للمنتخب والرابطات انهم يرجعوا الى عمان ونستقبلهم، او ان كنا نحن وجدت لنا الفرصه ان شاء الله راح نتوجه للمملكه العربيه السعوديه، فهذا واجب وطني لنا ان شاء الله، وان لم نساندهم حضوريا ولكم راح نساندهم بقلوبنا ان شاء الله. جميل يا اهلا، اتمنى التوفيق واتمنى لبرنامجكم هذا الرقي والازدهار ان شاء الله. شكرا لك يا هلال، يعطيك العافيه، شكرا جزيلا. رائع لك، شكرا يا هلال، وكل التوفيق للكابتن علي ورفاقي.
في بطولة الخليج. والشكر أكيد للسيد خالد على كل الجهود المبذولة في يعني إضفاء روح رائعة ونفسية رائعة للمنتخب خلال هذه البطولة على ما شاهدناه من الصور أثناء رحلة المنتخب اليوم لأرض المملكة العربية السعودية. يا أبو علي السلام عليكم. السلام. كيفك يا حسين؟ كيف صحتك طيب؟ يعطيك العافية. الله يعطيك العافية تسلم. كأنك بتنام يا حسين، كأنك نايم. لا 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 صاحي صاحي. وليد يزعل منك ترى بعدين. لا 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 صاحي صاحي، كيف حالك أنت؟ وين في صلالة ولا في مسقط يا حسين؟ لا لا راجع خلاص. رجعت الصلالة. كيف المنتخب يا حسين؟ الحين ما في النصر ما في غير الدوري، الحين عندنا منتخبنا إن شاء الله. والله نتمنى التوفيق يا كابتن أحمد. ولكن نحن نعاني يا كابتن أحمد من يعني الحين مش وقت عتاب، لكن نحن نعاني من الهجوم. يعني يفترض يعني ليجو بدل ما يقرب لاعبين ثلاثة لاعبين على الأقل كان يقرب سبعة لاعبين ثمانية لاعبين، لأنه الحين المرزوقي اللي هو شلهوب لازم تحت ضغط، وتعرف جمهور عمان ما يرحم بأمانة يعني. يعني تعرف ما دخل مع عسكر ولا هم مستقيم مع اللاعبين ولا أي شيء. فالحين تبدأ يعني بتريد يعني تحطهم على من ضمن القائمة الأساسية بيقولوا يعني ضغط نفسي. حلو كلامك سليم. الحين لما بتقابل المنتخبات الثانية منتخبات جاهزة. بنقابل الإمارات بنقابل العراق بنقابل، لكن الكويت. أتوقع أنه لوغوين عنده خياراته، يعني لما استدعى الشلهوب هو عنده أتوقع خيارات، يمكن في عبد العزيز في السيابي ويلعب ببدائل معينة، أتوقع أنه يمكن في البدائل يا حسين. لا الحمد لله نحن ما ننتقل واجد، نحن لازم نكون نحن نشجع منتخبنا ونكون بس هو كلامك سليم بالفعل، يعني كلامك سليم اللي ذكرته يعني المفروض يعني يكون احنا بدلع، لانه الى الان ليجوين ما ثبت على التشكيله. معنا احنا لعبنا مع منتخب يعني منتخب الارجواي منتخب عالمي منتخب كبير وكبير الله، يفترض يعني يثبت على الاقل تشكيله يعني. هنا هو المشكله. جميل. ولو الفرق المنتخبات يعني جاهزه يعني احنا اللي بنقابلها. جميل. مباراه الامارات كيف تشوف ان شاء الله؟ ان شاء الله الدافع المعنوي ان شاء الله باذن الله يعني هي الاهم، هذه المباراه صح. على الاقل اذا ما كسبنا نطلع التعادل. جميل. هو هذا الاهم. جميل. دافع معنوي. جميل جميل والله يوفقنا ان شاء الله. شكرا لك يا حسين. يعني ما مقصر السيد خالد مع في جهه المنتخب، نتمنى لهم التوفيق يعني. يعطيك العافيه يا حسين، شكرا لك. شكرا كابتن احمد، بس نقطه باي واحده بس الله يخليك لو سمحت، اتمنى من اداره المنتخب ابعاد اللاعبين من غلطات الصحفيين. اشكرك. جميل شكرا لك يا حسين. شكرا لك يا حسين. اتصال اخر، عبد الله الغيثي. السلام عليكم. حياك عبد الله. كيف الحال استاذي؟ يعطيك العافيه. حياك نور الشاشه. انت بنوركم يا عزيزي يا اخي. حياك والله. حلقه عن المنتخب اليوم محتاجين لها. حلقه عن المنتخب اقول اليوم محتاجين لها. اول شيء أهني نفسي وأهني الشعب العماني بظهور مولانا صاحب كلالة أفضل الله ورعاه بصحة جيدة. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. ثاني شيء أتمنى من المنتخب يبذل يعني جهده الكافي في الظهور بمستوى مشرف يرفع اسم عمان في السعودية في المحافل الرياضية الخليجية وعبارة عالمية إن شاء الله. يعني نتمنى احنا من نطلع مباراة الامارات عبارة احنا امورنا في السليم، احنا مش نطلع من الامارات المباراة القادمة وامورنا في السليم باذن الله. الله يسمع منك ان شاء الله يا عبد الله. الله يسمع منك ان شاء الله. وعندي نقطة ثانية بخصوص تفضل الجماهير. يعني تو احنا معنا شركات، معنا رجال عمال، معنا ومعنا، لكن ما حد يقدر منهم واحد يتبنى يعني على الاقل تبرع ثلاث طائرات. صدقني بيمتلي الملعب من السعودية، صدقني جمهور المنتخب يعشق الأحمر، بس لم حصل حد يتبنى ويدعم يعني وسيلة النقل عشان يوصل. يعني سعر الطيران العماني 35 ريال معقولة يعني؟ خلاص وصلت الرسالة، توصلت. شكرا لك يا عبد الله، يعطيك العافية إن شاء الله. ويا الطائرة العمان الكل ينادي عليك، أنت الناقل الرسمي للمنتخب، مع أنه ما يروح المنتخب في الطائرة، لكن أنت الناقل الرسمي، أنت باسم البلد الطائرة العماني. خفضوا شوي للناس، الحين عندنا هالمرة السادسة والسابعة في البرنامج. قاسم الشحي. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام أخوي، شو أخبارك؟ يعطيك العافية قاسم.
الله يعافيك. حياك. نسيتم على البرنامج الراقي يا أخي. تستاهل أكثر يا قاسم، كيف هالمسدم؟ الحمد لله بخير نعمة، إن شاء الله منتخبنا يفوز. يا رب. دائما إن شاء الله. إن شاء الله، وأتمنى أتمنى من المؤسسات يعني يكون يساهم في الدور. أنا. جميل. نعم. جميل جميل. نعم يعني شيء رفع الوطن للسلطنة. جميل. بكانوا يساهمون يا أخي، بكانوا يساهمون يدفعون الوطن. هلا. كيف شايف مباراة الإمارات إن شاء الله مع المنتخب؟ كيف شايف مباراة الإمارات قاسم إن شاء الله؟ إن شاء الله فايزين. فايزين إن شاء الله؟ إن شاء الله بإذن الله. الله يسمع منك إن شاء الله يا قاسم. بس أتمنى من القطاع الخاص إنه يساهم معني. وإحنا نرددها المرة العاشرة إن شاء الله في هذا البرنامج إن شاء الله اليوم. والله وحتى إحنا كمواطنين كان بنساهم إن شاء الله بنساهم. عشان خاطر المنتخب. ترى قلنا إحنا ما نريد شيء ببلاش. ولو تخفيض نعم. يكون فيه والشباب جاهزين صدقني يا قاسم. نعم والله إحنا جاهزين وبنساهم معهم. شكرا لك يعطيك العافية، يعني كثر الخير خيركم يا قاسم وكل التوفيق للمنتخب إن شاء الله. شكرا لك يا قاسم. اتصال آخر نقول السلام عليكم. عبد الله السنيدي. السلام، كيف الحال لك أحمد؟ يعطيك العافية إن شاء الله. كيف صحتك؟ طيب الحمد لله. يسرك الحال، كيفك يا عبد الله؟ طيبين الحمد لله. تفضل يا عبد الله. تفضل. إن شاء الله أتمنى التوفيق للمنتخب إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله يكون هاني الضابط فعل خير على المنتخب إن شاء الله. إن شاء الله. قلنا أنه هاني دائما يعني فعل طيب لدورات الخليج في الرياض، وإن شاء الله كذا مثل ما كان هداف في واحدة من بطولات الرياض إن شاء الله تكون فعل خير بالنسبة له. إن شاء الله ما دام موجود هاني الضابط أنه مر طيب إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. لا تخافوا على المنتخب بإذن الله تعالى. كيف شايف مباراة الإمارات عبد الله؟ الإمارات إن شاء الله تعادل أو فوز إن شاء الله. يعني كم فوز إن شاء الله إذا كان؟ بنفوز عليهم إن شاء الله، ما يزيدوا علينا الإمارات. بإذن الله تعالى، بإذن الله. خلاص تعودنا عليهم. تمام، الله يسمع منك إن شاء الله يا عبد الله. طيب بالتوفيق إن شاء الله. شكرا يا سنيد، شكرا لك، شكرا. أيضا اتصال آخر، عبد الله من؟ عبد الله الجهوري. محمد ها؟ أوكي. محمد وليد يا أخي، أوكي. أوكي محمد الجهوري. السلام عليكم، مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء النور. كيف صح طيبين؟ كيفك يا محمد؟ نشكر الله ونحمد المشكورين على البرنامج الطيب. يعطيك العافية. يعني. تستاهلوا الأكثر دائما يا الجهوري. الحمد لله رب العالمين، المهم نحن تمنيات المنتخب إن شاء الله بالتوفيق. آمين إن شاء الله. و الوصول إلى السلطنة بالكأس. إن شاء الله. بس ملاحظة بسيطة فقط. اتفضل يا الغالي، اتفضل. لو لا قدر الله المنتخب مثلا فشل ولا حاجة، رجاء يعني محاسبة المدرب. يعني هذه عاد ما محاسبة، بنطلب رأس المدرب صدقني. بس لكل حادث حديث لنا كفاية صبر، يعني احنا ما ينقصنا شيء الحمد لله رب العالمين. عندنا مواهب، عندنا مدى صراحة لاعبين على مستوى صح. تقلقنا إصابة عماد، لكن عندنا البديل. ان شاء الله احنا الان محمد ننتظر اكيد للمنتخب بعين التفاؤل وبقلب واحد وبنبض واحد ان شاء الله كلنا مع الاحمر بعد البطوله. لكل حادث حديث، احنا نقدم التفاؤل ان شاء الله. لا احنا نتكلم عن الحاضر. الحاضر طبعا احنا مع المنتخب. انا حتى يمكن اروح على حسابي الخاص للسعوديه. يعطيك العافيه، انت كذا يا محمد يعطيك العافيه. اكون ورا المنتخب، بالعكس احنا دمنا احمر. يعطيك العافيه، وهذا العشب فيكم دائما. ان شاء الله مباراه الامارات فوز ان شاء الله باذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. مشكور لك احمد. شكرا يا محمد، شكرا. تمنيات الاحمر ان شاء الله كاس الخليج باذن الله تعالى. دائما رائعين كذا متابعينا ومشاهدينا ومتصلين، يعطيكم الف عافيه ان شاء الله. ها وليد كيف انت نايم؟ عبد الله العجمي السلام عليكم. حياك الله، كيف الحال؟ اهلا وسهلا. عليكم السلام، كيف حالك؟ خير. يعطيك العافيه يا عبد الله. الله يعافيك. كيف وضعك؟ والله الحمد لله ان شاء الله. كيف المنتخب شايفه؟ والله جاهزين المنتخب طبعا، ان شاء الله الله يوفقه. جاهزين يعني ان شاء الله شايف المنتخب ان شاء الله قادر انه يؤدي المطلوب في كاس الخليج عبد الله؟ ان شاء الله. والله احسب المدرب عاد هناك كيف يخلي لا احسب المدرب. حلو ان شاء الله، ربك فوق ان شاء الله. رساله للاعبين يا عبد الله، رساله للاعبين ان شاء الله. والله يشدوا حيلهم اللاعبين ان شاء الله،
وقادرين ان شاء الله نتعدل مباراه الامارات. شايفه فوز ان شاء الله على الامارات ان شاء الله؟ اذا ما فوز تعال ان شاء الله. الله يسمع منك ان شاء الله. الله يسمع منك، الله يوفقهم ان شاء الله. شكرا يا العجمي، شكرا، يعطيك العافيه. ها وليد شفت تويتر؟ ها زين تمام، احنا شوي بنسولف ولا يهمك، خلاص تمام. اذا نذكر من جديد قبل ما نختم في البرنامج متابعينا، يوم السبت لنا ان شاء الله حلقه اخرى لصدى الجماهير. في كل استراحه وفي كل يوم راحه في البطوله الخليجيه راح نتواجد معاكم ان شاء الله في صدى الجماهير، نتابع صدى المدرجات هناك في المملكه العربيه السعوديه، نتابع مشاهدي او جمهورنا اللي هنا في السلطنه وتفاعلوا مع المنتخب الوطني، ونتمنى ان شاء الله يكون النتائج مرضيه للجميع باذن الله تعالى. شوفوا تويتر. جابر الشكيلي رجال عمان ان شاء الله بيكونوا في الموعد، نتمنى يكونوا محضرين نفسيا ان شاء الله يا جابر. ساكن السويق، انا متفائل بمنتخبنا واحنا متفائلين بكلنا ان شاء الله. ايضا الهطالي، الهطالي وين تسهيلات الجماهير؟ قبل اسبوع كان سعر التذكره في الطيران العماني 123، ولما اقترب موعد البطوله صار سعر التذكره 185. موسم موسم يا حبيبي، لكن الله يهدي الطيران العماني، بس لازم يرفع. سالم الذخري، نتمنى فقط الأداء الوطني والإحساس بالمسؤولية، مع أني غير متفائل إطلاقا بهذا المنتخب. ليش يا سالم؟ بعد البطولة العويسي، واقع المنتخب غير مطمئن وهذه حقيقة يجب أن ندركها جميعا بما فيهم رئيس الاتحاد. نتفائل يا العويسي وإن شاء الله خير، نقدم الخير يا رب. إسحاق المعمري، شدوا حيلكم شباب وإن شاء الله نرجع بالكاس أرض السلطنة في عيدها 44. شكرا لك يا إسحاق. سفير العرب، مساء الخير لكم، كل التوفيق للمنتخب وإن شاء الله البطولة عمانية، المهم الآن نقف خلف المنتخب وننسى كل شيء من أجل صالح المنتخب. تحية لك يا سفير العرب. أبو فيصل، كل التوفيق للأحمر الغالي إن شاء الله يا أبو فيصل يا رب. نخليكم مع الأغنية هذه والأحمر غالي، راجعين. أحمر أحمر ناجيك لونك سكن في كل بيت، حي الله العماني ما ظن غير حبيت. أحمر الدم واللون بك عشقنا مجنون، نحبك نحبك نسأل الله العون. هذا هذا علمنا رافع دوم سنا، وينها وين الصفقة وين باقي جمعنا؟ كلنا لك هتفنا غالية منتخبنا، أحمر وأحمر أحمر روحنا لك ودمنا. إذن مشاهدينا الكرام نصل بكم للختام، ولكن قبل الختام دعونا نذكر بأننا إن شاء الله يوم السبت راح نكون معكم في حلقة أيضا أخرى بعد مباراة منتخبنا الوطني الافتتاحية ضد منتخب الإمارات. كل التوفيق لمنتخبنا، كل التوفيق لرجال الأحمر القادرين على صناعة الفرحة من جديد لكل متواجدون في السلطنة وخارج السلطنة. قادرين يا شباب، كلنا ثقة فيكم وكلنا ثقة وأمل بكم، قادرين على صنع الفرحة في شهر الفرحة تماما. تذكروا دائما قابوسنا الغالي وشعبنا الوفي، وإن شاء الله راح تكون أموركم طيبة. يوم السبت إن شاء الله على 9 مساء راح نكون موجودين معاكم على الهواء وحديث خاص، وتكون فرحة بأول 3 نقاط إن شاء الله. تصبحون على خير وإلى اللقاء.